تقييم على على يوم؟ عبر عن قلقي. ايش في قلق؟ بيبي شت تيريت تيريت بيبي شت تيريت تيريت بيبي شت تيريت تيريت بيبي شارك مامي شت تيريت تيريت مامي شت تيريت تيريت مامي شت تيريت تيريت مامي شت دادي شت تيريت تيريت دادي شت. اجلس في مشكلة. في مشكلة اليوم جاء اتصال وضغط عليه. والله يا ترى انا جاي. تعال يا ايش فيه؟ لا 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 والله يا انه ابتلينا بنوعيات. انا والله حياتي كلها 27 سنة ما شفت النوعيات اللي شفتها في الجواب. بس نسيبك. لا 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 مو بجنب بيتك. واو 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 لا والله مو بجنب بيتك. والله ما تدخل يا بوسي. تدخلني جيلي جيلي لا تحرموني منه. جيلي تكهله يا جميله قام يا طول حال طاح. يا اخي وقت استغفار وقت استغفار. عبد الرحمن عبد الكريم تبغى تكسب اجر. اروح جيب له مويه. اي والله ابغى اصوم يا اخي. ترى يا اخي اسمع الكلام هذا ما شاء الله. يلا تعبر عن قلقك. اسمع تيريت شت تيريت تيريت بيبي شت تيريت تيريت بيبي. يلا عمرك 27 سنة ايش؟ في الذواقة شفت نوعيات ما شفتها طوال 27 سنة. افصل السماعة يا اخي. انا اسمع الصوت يا اخوان. وين الصوت هذا؟ شوف شوف الحفرة يمه. بسم الله وين الصوت هذا؟ يا ولد تسمع الصوت اللي اسمعه؟ ايه يقول اليوم مدري ايش يا اخي. في صوت وين يا شباب؟ يا اعداء طفل يا طفل السماعة. حاطين سماعات في المسرح ولا ايش؟ يلا وجهك يلا وجهك. ما هي باردة يا شباب. ما هي باردة. ايش اسوي؟ ما في الليل ما في الا ثلج. وين جيت الباردة؟ من الاعداد. حاطين الثلاجة الكويسة عند الاعداد وين حاطين الثلاجة زينة. الموية اللي فيها من اول يوم ما تغير. والله الكرتون الاعداد اللي مطلعك اللي مطلعك اللي مطلعك على الشاشة. تدري ان الاعداد خلف الكواليس في ناس تمدد اسلاك وتركب اكباس وتسحب كاميرات. والله وانا دفني ذا والله الدب يا اخي. تهقها مني يا اخي. ياشين عقله اذا قل يجيك استخفاف. ايش فيك يا؟ يجيك استخفاف مو طبيعي. انت من مع جلسه مو بلا يا اخي. والله انه ولد ما خفى كل ما قال شيء تصدقه. ايش معك يا ابو؟ بحق يا ابو امجد. ها جاء انا بعد انا يا ولد. شوف ساعه ايش سالفه الساعه ذي اللي تتحرك؟ اوه هذا سعيد. وينك مختفي اليوم صدق؟ بعدين في واحد صوته كان يشبه صوت قطر. يا اخي اسمع صوت. ها هذا وائل. انا بس مبتسم. ها وش تشوف ذواقه يا اخي. مويه مويه طشت والله حرام. يا عبد الرحمن بالله يا اخي اعقل يا اخي. انتم تصدقون اي شيء يقال في الاعلام؟ اجلس اجلس خليني افضفض. الرجل هذا عنده مشكله. هذا ما رفيق الا رفيق. عندك قلق تبي تعبر عنه؟ والله قلق. لا تقلق يا اخوان. يا اخوان انتم تعرفوني انا ازهد واحد في المنافسه صح ولا لا؟ وانا جاي اليوم مو بزهد ازفت واحد من بعدك طال عمرك. ايوه ازهد واحد المنافسه صح ولا لا؟ صح. اليوم انا جاي جاني اتصال ضيق علي صدري. اسمع مع انه من واحد غالي. دقيقه بالله دقيقه ابغى افهم هذه الحاجه فيك يا عبد الرحمن. اذا تبغى تسولف لا احد يتكلم. اذا جينا نبغى نسولف فضفض عندك قلق. فضفض يطلع لك حركات. خلاص يلا عبد الرحمن عندك قلق. ما تنام من جلستك عشان الحركه هذه يا اخي. ما قلنا شيء. طالع النبي اقسم بالله اذا ما صرت رجال والله. عبد الرحمن متى تخلص يا مثلا؟ عبد الرحمن ايه يا ولد اسمع اسمع عبد الرحمن. ابو فياض دق عليه 22 ابو فياض دق عليه. مو الوالد اتصل علي والله يطمن علي وعلى الدوام وعلى البرنامج والمجد. ايش قلت له؟ قلت له كل شيء وشكى له ضغط الدوام ضغط. قال لي يا ولدي ان شاء الله البرنامج اللي تروح له كل يوم ان شاء الله منه فائده ولا عساك في الصفوف الاولى من المنافسه. قلت والله يا اخي المنافسه والله ما هي لي. قال لي والله يا وائل لو ما تطلع باقل شيء من عنده من كنب بكنب يعني انك لا تنجلد يعني. وانا تحت الضغط يعني يقول لي اطلع من عنده ولو بكنب. قلت له جوايز 35000 بسيطه. شفت الملز ذاك بنطفي الكاميرات. انت ما كنت نسحب الكنب واحد ورا ثاني. بس عامر وعدني بوعد. وعدته من اليوم اول ما يطلع يشوف اقرب مكيف وكم قيمته وحولها على حسابه. ومكيف واحد هو قال يبغى مكيف واحد. الله لا يشكر فضلك. ايش رايك؟ الله لا يجزاك خير. الله يجزاك خير. هذا بعدين هذا مشكلة. هذا مكيف واحد. هذا اقرب مشات وطلع منك شيء. انت تبغى تسرق. انت تبغى تسرق. والله انه مجرم. ايه بعدين عامر السلام. انا ما اضمنه ترى والله. اخاف كل يوم تصعد يقول ها والوضع بارد ومكيف بارد وهم زين يا حبيبي ما انا زين. ولا تحطه الغرفة اليوم. انا ما حصلت كيف بجي انام على مكيفي. مكيفي فض الغرفة فض الغرفة. انا بنام مكيفي. والله يسويها هذا يذلك ترى. اذا هذا ايش اقول لك يعني؟ لو انك تجملت ابن عمي وتعطيه البل كان لثث بيته كامل.
والله لو عندك بل والله لو عندي تهدي البل والله يا ابو والله لو عندي اني ابشر والله تبشر بعد جيب لك انا ابو صالح كفو ما هو ما هو تقول الطول يا بعد جيب لك ما برخيص من عندي والله انا غالي خلي الكلام يعني ما يرضى والله ما يرضى ابي اللوكسز عشان اللوكسز ترضى والله اذا كانت لوكسز لا فاما اللوكسز ابو اللوكسز هذا الشباب وش لا تعطي ضرر لا تعطي ضرر لا لا يا اخي انا اتكلم انا دق له حقتك هذه انا طقطقت عليها حقتك هذه الفرشه حقتك هذه ترضى اقول انا طقطقت عليها انا طقطقت على الفرشه حقتك انا طقطقت عليك على لهجتي هذه لهجه هذه لهجه ما هو لهجه لا 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 يا اللهجه تقول لوكسز ترى في الديره كلها ما يقول لوكسز بالله عليك دق له هذه لا 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 دق لا 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 كلش للسودان لا 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 هذا هو ما اعطاك المكيف سوى فيك كذا من جد يقول السلام عليكم دمك ولا كيف المكيف معك لا ابغى احطها القبائل خط احمر اسحبها اسحبها ما يجعلني قصد بس هي قبيله ما قبيله اسم الديره تظن يقول لك فرشه هذه عادي عادي الفرشه فرشه ايش؟ قحطان لا يا اخي ما يجوز تشرب مزدح يا اخي يدور الاكشن عطر 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 تير تير عطر 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 تير جد تير تير بيبي جد تير تير بيبي جد تير 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 جد 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 تير تير بيبي جد تير 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 جد شوف لا يمكن اتوقع شوف ما شفت اسمع عامر تعال تعال عامر صاحب علينا اي ولا عندنا لكم عامر من؟ ولا عنذركم شيء اذنوا كم باقي كم باقي اذن كم باقي اذن من اللي بيسمع اسمع الاطفال ويتابع من بعيد ومريح بال نسمع شفت تقول زفت المسابقه ناديت ركان ما جاء قلت زاهد زاهد المنافسه بس الان انا مشد حيلي عشان الوالد والله تحت ضغوطات الان يبغى ثلاث بس يقول لي اطلع اقل شيء من عندهم شيء يعني ياخذ الكرسي طيب خلاص بس مين تبغى انت راعي الفكره نطفي النور نزل ونزل الاثاث عجبتك الفكره والله حلوه خذ اللوكسز اللوكسز والله ابراهيم الناس يبكون نروح اتنسق مع الشاحن يا اخي ليش ابراهيم الجمعه تعال لا 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 يمكن اخذ 35 اما اذا قدي قفلت معي اول ما يعلن هذا ابو محفوظ منه طالع اتصل على نقل عفش انسق مع الناس يبكون وانا انسق مع ارجع يا صديق ارجع خذ فرش بتختار الالوان خذ الكنب وش بتقول بغسلها لكم برجعها بقول ما بقول شيء بقول من وين لكم هذا اصلا هذا مو بحقكم حق الدوله الله يعز الدوله تير يا زعبد كم كم ساعه ساعه كم انا اقترح اخر نص ساعه يصير في كلمه حق خليل